استاذ محمد صبري الجزار، حضرتك مسؤول في المركز الاعلامي. اهلا وسهلا. ممكن بس اعرف موضوع الاعتصام وتعليقه من عدمه؟ هو موضوع الاعتصام تعليقه مرتبط بوسائل الاعلام ممكن تنشر ان حصل تعليق الاعتصام من قوى سياسيه، مرتبط بقوى سياسيه عندها يعني رأت ان المشهد يقتضي ان هم يعلقوا الاعتصام. اجتماعات مغلقه كتير ممكن تكون بتتكلم على تعليق الاعتصام، وانا بقول ان لا يملك فض او تعليق الاعتصام غير الثوار اللي موجودين في الميدان، واي اجتماع لاي قوى سياسيه من خارج الميدان لن يفضي الى حقائق، يعني الى تنفيذ اي اليات داخل الميدان، لان الناس الميدان اللي موجودين في الميدان الاغلبيه مستقلين، الاغلبيه بيحبوا مصر، مدعمين باهالي الشهداء اللي هم فقدوا أبنائهم وأخواتهم وأهليهم، ودي ناس كلها لن تفرط في هذا الحق. وطبعا بناء الثقة على مدار الأيام اللي فاتت ما كانش موجود، فما كانش موجود، لأن احنا لو قلنا ان الاعتصام أدى الى نتائج ففعلا هو أدى الى نتائج على مستوى القرارات اللي صدرت، لكن على مستوى التنفيذ لسه ما حصلش تفعيل لاي من هذه القرارات. يعني نعرف نقول او نقدر نقول خبر الاعتصام مستمر؟ الاعتصام مستمر، والنهارده اجمعت قوى كتير جدا تتعدى ال 50 قوه سياسيه موجوده جوه الميدان. وبنقول قوى سياسيه نعتبرها ائتلافات، احزاب، واتيفر، اي حاجه، اي يعني لم يتم تعليق الاعتصام، والاعتصام مستمر. الاعتصام مستمر. اعلنت الاعتصام، فض الاعتصام. انا ما اعرفش، انا غير مسؤول، الجزيره مسؤوله عما تعلنه، واللي كل واحد مسؤول عما يبوح به. المناقشه في جميع الخيام وكلهم متفقين على الاعتصام. الاغلبيه الاغلبيه يا فندم. شكرا. تحت امرك. شكرا ليك.